لكم هذه النشرة. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها أسقطت بشكل غير متعمد الطائرة الأوكرانية المنكوبة نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت في بيان إن الأطراف المسؤولة عن ذلك ستحال إلى الإدارة القضائية في الجيش وستحاسب. كانت إيران قد نفت لعدة أيام أن صاروخا أسقط الطائرة، لكن الولايات المتحدة وكندا ذكرتا نقلا عن معلومات استخبارية أنهما تعتقدان أن طهران أسقطت الطائرة. كانت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737 قد تحطمت الأربعاء الماضية في إيران عقب إقلاعها، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا. هذا وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن استهداف الطائرة الأوكرانية كان نتيجة لخطأ بشري في ظروف التهديد من طرف الولايات المتحدة. وأضاف في تغريدة على تويتر أنه لا يمكن تجاوز هذا الأمر بسهولة، وأنه يجب إجراء تحقيقات شاملة لمعرفة ومحاسبة المسببين للحادث. وأكد روحاني ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأخطاء المماثلة في شبكة الدفاع الجوي. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أيضا إنه يوم حزين بعد الاستنتاجات الأولية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة الإيرانية، وأضاف أن خطأ بشريا أدى إلى هذه الكارثة في خضم أزمة افتعلتها الإدارة الأمريكية. وعبر ظريف عن أسف بلاده العميق واعتذارها. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تتوقع إجراء تحقيق كامل والإقرار التام والتعويض من إيران بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية. وأضاف زيلينسكي في بيان أنه ينتظر تأكيدات من إيران باستعدادها لتقديم المسؤولين عن إسقاط الطائرة إلى العدالة، إلى جانب إعادة جثث القتلى ودفع التعويضات والاعتذار الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية. يأتي ذلك عقب إعلان إيران أنها أسقطت الطائرة نتيجة خطأ بشري، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح الزمان، ماذا جاء أيضا في تصريحات الساسة والمسؤولين الإيرانيين بخلاف الرئيس ووزير الخارجية؟ آخرها هو ما تتناقله بعض الوكالات الإيرانية، والتي قالت إن المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد طالب بإجراء تحقيقات. فعقد يوم أمس الجمعة اجتماع رفيع وعالي المستوى لمجلس الأمن القومي الأعلى، وتمت المطالبة فيه بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشكل مباشر لإبلاغ الإيرانيين ما حصل. بالتالي نشر بعدها بيان للقوات المسلحة والذي تحدث عن بعض تفاصيل ما حصل دون أن يتطرق إلى ما جرى بالكثير من التفاصيل. تحدث هذا البيان أن المضادات الجوية كانت في حالة جهوزية تامة، وذلك لأن إقلاع هذه الطائرة جاء بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة عين الأسد في العراق، وكانت إيران تترقب أي رد أمريكي عليها، وبالتالي كانت مضادات الطيران جاهزة للرد على أي تهديد. هنا يتحدث المسؤولون عن حصول خطأ يصفونه بالخطأ البشري، وحين نتحدث عن إصابة هذه الطائرة في منطقة قريبة من مطار الإمام الخميني، مطار طهران الدولي، فنحن نتحدث عن منطقة يوجد فيها عدد من المنشآت العسكرية، وهو ما يعني أن جهوزية مضادات الطيران كانت عالية. ولكن بذات الوقت هذا
الأمر فتح الباب على الكثير من التساؤلات والتي أدت إلى حالة من الانتقاد والتحفظ في الداخل الإيراني. الآن الكل الآن يقول بما أن القوات المسلحة تقول إن مضادات الطيران كانت في حالة جهوزية تامة، فلماذا إذن سمح للطيران المدني بالاستمرار في التحقيق ولم يتم إغلاق الأجواء الإيرانية؟ وبالتالي هناك العديد من التساؤلات التي تترافق أيضا ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ البشري. فرح الزمان شوقي من طهران، شكرا جزيلا لك. ومن كييف تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، ما تفاصيل ما جاء في تصريحات الرئيس الأوكراني بخصوص الطائرة التي اعترفت إيران بأنها أسقطتها؟ بالفعل منذ صباح اليوم وبعد اعتراف الجانب الإيراني بأن سبب سقوط هذه الطائرة هو صاروخ إيراني، منذ الصباح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على صفحته في الفيسبوك قال إن الجانب الإيراني اعترف بالحقيقة قبل إتمام عمل لجنة التحقيقات الدولية في هذا الحادث، وعليه وجه مطالب الجانب الأوكراني لطهران فيما يتعلق بهذا الحادث. ومن بين المطالب التي أعلن عنها فلاديمير زيلينسكي هو أولا أن تقوم إيران بالاعتراف بشكل كامل بالذنب إزاء هذا الحادث، أن تقوم بإجراء تحقيق كامل ومفتوح في تفاصيل هذا الحادث دون أي عواقب اصطناعية حسب تعبيره، بالإضافة إلى ذلك تمكين 45 خبير الآن يتواجدون في طهران، تمكينهم من الوصول إلى جميع الموارد المرتبطة بهذا الحادث دون أي عوائق، بالإضافة إلى ذلك أن يقوم الجانب الإيراني بدفع التعويضات، تسليم الجثث، وأيضا بتوجيه اعتراف أو اعتذار رسمي عبر القنوات الدبلوماسية للجانب.